قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. والله ما في أحد يساعدني بهالبيت. ما حد يساعدني في هالبيت. السلام عليكم يا أحلى أم في العالم، أحبك. وعليكم السلام، كيفك يا أبو؟ إن شاء الله طيبة. وأنا بعد أحبك، بس إيش فيك متضايقة؟ كأنك متضايقة من شيء يا حبيبتي. أيوة زعلانة لأن أيباد انكسر وخربت شاشته، وأبغى أيباد غيرها. انكسر وخرب؟ ومين اللي كسره وخربه؟ ما أدري، بس أنا دخلت لغرفتي ولقيت مكسور. بس أنا ما أبغى ألتهم أخواتي الحلوات سي ونورة عشان أنتي ما تعصبين عليهم ولا تصرخين عليهم. الله يهديهم ذول البنات، ما تكون شيء في حالها أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدري تو الناس. بسألك سؤال يا فاي، تدرين من اللي خرب أيباد لبنى؟ هي لبنى ما قالت لك كيف انكسر؟ اسكتي ولا تتكلمين. ها ماما، شكل فاي ما تعرف من اللي كسره. يعني وش، كيف ما تدري؟ أكيد يعني يمكن جني دخل غرفتكم وانتم نايمين وكسر الأيباد. يا أمي، كل واحدة مسؤولة عن أغراضها، وأنا مالي دخل في أغراض غيري. ولا أسمع منك أي نفس. اسكتي. والله أوريك على حركتك هذه. أنا وش سويت لك عشان تقولين لي كذا؟ أنا بعدين ما قلت لأمي إنك أنت اللي كسرتي أيبادك. سي، ممكن يا أختي الغالية ألعب بجوالك شوي؟ لا لا لا، الصراحة قاعدة أنا أسوي أغراض تبع المنصة. يعني ما راح تعطيني؟ طيب، والله لو أوريك على حركتك هذه. يدي ماما. وش فيك؟ وش صار لك؟ يدي توجعني. أنا قلت لفي يبي ألعب بجوال، قالت لي لا أقرصت يدي. يدي. ليش كذا يا فاي؟ الله يهديك، مو كفايه انكم كسرتوا ايبادها والحين تروحين تقرصينها عشان قالت لك ابي العب شوي؟ يا امي، انا ما سويت لها شيء، بس هي تتبلى علي. وبعدين من قال ان احنا اللي كسرنا ايبادها؟ شوف ماما، يدي تجاري هاي احمر جلدي كله من قرصت في اللي اوجعتني. هاي يدي. ما عليك، بعوضك وبجيب لك احدث ايباد في الدنيا. خلاص، اشوف يدك. الله يهديكم. وش فيك يا لبونة تصيحين؟ سلامات. يدي الثانية. وش فيك؟ حتى انت بعد يا نورة قعدتي على يدي. يدي. الله يهديك يا نورة، ليش قعدتي على يد لبونة؟ وش فيكم مستقصدين لبنة حبيبتي؟ روحي، وش فيكم عليها؟ يا أمي، والله ما جلست على يدها، ما أدري وش فيها تسوي فينا اليوم كذا. الله يهديكم يا بنات. تستاهلين، عشان ذيك الأيام كنت أقول لك أعطيني أيبادك، ألعبي شوي، تقولي لي لا، اصبري، كثيرة ما شفتيها يا حلوة. يا ماما، والله لبنى تمثل علينا وهي ما فيها إلا العافية الحمد لله. وشو؟ تمثل عليكم؟ أقول تراكم زودتوها انت وياه، زودتوها. انا وبنتي مصدومين فيكم.
امشي تعال. غريبة لو بنتسوي فينا كذا. بروح افتح. السلام عليكم يا بنات. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ وش أخباركم؟ طيبين؟ الحمد لله يا خالو. بنات، أنتم ما أنتم طبيعيات، وصراحة أحس أنكم زعلانين. احكوا لي إيش صار لكم؟ الصراحة بصراحة يا خالي لبنى إحنا متضايقين منها لأنها تتبلى علينا، وأمي صارت تكرهنا وتعصب علينا وإحنا بدون ذنب. أفا يا لبنى، وش جالسة تسوي لبنى ذي؟ وش سوت لك يا نورة لبنى؟ اتهمتنا إنها كسرنا أيبادها وهو أمس طاح بنفسه. أوه، هذه مرحلة متقدمة من لبنى صراحة، ولبنى كيادة وما أدري وش تبي توصل له الصراحة. بس أنتم الآن ماما زعلانة عليكم ولا لا؟ لو بعد اليوم قاعدة تتبلع علينا تقول إني أنا قبصتها ونورة عورت يدها وإحنا ما سوينا لها شيء. لا بعد ماما صدقتها وأخذت منا موقف. شوفوا يا بنات، هذه مرحلة متقدمة جدا وخطيرة، وهذه مرحلة فيها كيد، وأتوقع أي واحد يمر بهالمرحلة ما راح يعديها، وبعدين حتى لو صار له شيء مستقبلا ما حد راح يصدقه تماما. زين؟ وهذا شيء مش كويس. بس هذا الشيء اللي زعلنا يا خالو وخلى أمنا تظلمنا. شوفوا يا بنات، زي ما قلت لكم، اللي وصل لهالمرحلة راح يجي يوم من الأيام ينكشف، وبعدين لو صار لأي شيء ما أحد راح يصدقه تماما. وبعد شوي بتجي لبنى وتجي أختي ونشوف وش اللي صار بالضبط. بس أنتم الآن لا تزعلون نفسكم، وما عليكم، وبنشوف لبنى هل تعترف ويعني تكون ما أدري وشلون، أو تكون عندها يعني اللهم صل على محمد، يعني راح تعترف ولا لا، ونشوف ماما برضو إيش راح تسوي، وإن شاء الله تنحل الأمور. أنا أبغاكم الآن تستانسون وتستمتعون وتلعبون بالآيباد يعني، وما عليكم لبنى ترى دائما ما تخلي حركاتها. طيب. حياك الله يا أبو عامر، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. بس دقيقة، عندي شغلة في المطبخ واجيك. يا هلا والله يا خيتي. خلاص ما عليك، خذي راحتك، وترى بجيك بعد شوي لأني أبيك في موضوع مرة مهم. طيب. يا بنات العبوا ما عليكم، خذوا راحتكم واستانسوا، وانتي وسع صدرك يا فاي، وسع صدرك يا نورة، وإن شاء الله ينحل الموضوع. يا خال عبد الرحمن، كيفك؟ شلونك؟ عساك طيب؟ يا هلا والله يا لبنى، كيف حالك؟ الحمد لله. بخير؟ الحمد لله. لبونا يا ماما، تعالي هنا، تعالي هنا، خليني أسولف معك. ما قلتي لي وشلونك؟ الحمد لله. بس كأنها يدك يعني توجعك أو محملة، سلامات؟ إيه، يدي توجعني لأن في قرصة يدي ونورة قعدت على يدي الثانية. سلامات سلامات سلامات. أشوف يدك، إيش هذا، التهاب ولا دم؟ لا هذا التهاب. التهاب ما تشوفين شر. تعالي تعالي تعالي. سلامات سلامات يا لبونة. لبونة بس هذا لون أحمر. ها؟ لا بس هذا لون أحمر يا لبونة. ها؟ لا ها؟ لا لا لا، هذا قلم حق سبورة. يدي وجالسة تتبلين على نورة وتتبلين على في. غلط، إيش سووا لك؟ وبعدين ماما زعلت منهم، ليش كذا تسوين هالحركات؟ أنا أقول لك كذا سويت معهم، لأن ذيك الأيام كذا أقول لهم أعطينا عباداتكم ألعب فيها شوي، يقولوا لي لا لا لا، عشان كذا سويت معهم. عشان كذا سويتي معاهم، وبعدين خليتي ماما تزعل عليهم، وخليتي الوضع في البيت مرة مكركب. ليش دائما تسوين زي كذا يا لبنى؟ ما تعرفين انه هذا كيد؟
لأنهم هم ما يحبوني، وإذا قتلوا من إني أنا اللي كسرته ما راح تجيب لي آيباد غيره. وبكذا هم يتحملون أخطائك؟ يعني أنت بنفسك كسرتي آيبادك وطاح منك، ثم تبغيهم يتحملون أخطائك وماما تزعل عليهم؟ ما يصير يا لبناء، هذا اللي جالسة تسوينه غلط، والمفروض تعتذرين منهم، وماما ترى لو درت مرة راح تزعل عليك. خلاص يا لبونة، ويلا روحي الآن غسل الدم ومدري اللون اللي حاطه بيدك. الله يهديك يا لبنى، ليش كذا تسوين فيني وفي أخواتك؟ ما ما ماما هنا؟ سامحوني يا نورة وفي، سامحوني إني شو اسمه إني ظلمتكم، سامحوني. عادي يا ماما، عادي يا ماما، أهم شيء إنك راضية علينا، وإن شاء الله لبنى تتعلم من خطأها ولا وتعرف إن المكر مثل الكذب حبر القصير. يا سلام يا فاي. طبعا حبينا نعلمكم يا بنات إن المكر والخداع شيء ما هو بزين. حياكم الله في برنامج بنات على قناة المجد للأطفال. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.